كل مؤلف له عنوان، والقرآن كتاب الرحمن. كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالف صوابا. إلا الله، فإنه قال في بداية كتابه يتحدى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأخرس كل سفيه. تلاوته تذهب أحزانك وتثير أشجانك وترفع شانك، مصاحبته تذهب كل داء وتطرد كل بلاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. عبادة اليوم هي قراءة القرآن، وأن تحيا مع القرآن، وأن تعيش مع القرآن، وأن تسلم قلبك للقرآن. فلن يصلح القرآن قلبك إلا إذا أسلمت قلبك للقرآن. القرآن باختصار هي رسالة ربنا سبحانه وتعالى لنا، أشرف كتاب على أشرف نبي لخير الأمم وأشرفها. في حديث رائع جدا بيلخص فكرة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ويضرب لنا مثلا، حديث من حديث جابر بن عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. في رواية أخرى في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤية ومجموعة من الملائكة عند رأسه ومجموعة عند قدمه. والعلماء بيجمعوا بين هاتين الروايتين بأن المجموعة دي كان فيها جبريل والمجموعة دي كان فيها ميكائيل. المهم قال أحدهما للآخر: اضرب له مثلا. يعني سيد أحد الملائكة بيقول للآخر: اضرب له مثلا. فقال الآخر: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك. إنما مثلك ومثل أمتك، يعني الملك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. وبدأ بقى يشرح الملك، بدأ يشرح هذا المثل، فقال: فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول الله. من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. فالقرآن في رواية أخرى لهذا الحديث هو مأدبة الله تبارك وتعالى، فأقبلوا على مأدبته وأقبلوا عليه وتعلموا منه ما استطعتم. إياك أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنت هاجر للقرآن. إياك أن أنت تكون من أهل هذه الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها على لسان نبيه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإمام الشنقيطي بيعلق على هذه الآية يقول: وهذه شكوى عظيمة وعتاب كبير لا يقوى على حمله بشر. ما فيش حد هيقدر يتحمل هذا. ورد في الآثار يا إخوة إن العبد إذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه سقط لحم وجهه حياء وخجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يقدر يتحمل هذا العتاب؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن عباس بيقول: من مر عليه يوم ولم ينظر في كتاب الله أصابته هذه الآية. في كم يوم بيعدي عليك وانت ما بتفتحش القرآن؟ يا ترى القرآن لم يفتح من رمضان اللي فات ولا لا؟ يا ترى انت كل قد ايه بتختم القرآن؟ وأوضح الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا الهجر، وأنه ليس على مرتبة واحدة، وأنه بتختلف أنواع الناس ومراتب الناس في الهجر. فقال: إنما الهجر على مراتب، فمن لم يقرأ القرآن فقد هجره. يعني في أنواع معينة للهجر، منها عدم القراءة، هذا هجر. من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يحفظه أو شيئا منه فقد هجره. الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن حفظ القرآن أو شيئا منه ولم يتدبر بما فيه فقد هجره، ومن تدبر ما في القرآن ولم يعمل به فقد هجره، ومن عمل بالقرآن ولم يعلمه غيره فقد هجره. لازم يبقى لينا حظ يومي من قراءة القرآن، وتعمل لنفسك ورد يومي لا يمر عليك هذا اليوم دون أن تفتح المصحف وتنظر فيه. لازم كمان يبقى لينا حظ من حفظ القرآن ولو جزء يسير، واحرص ان انت تعمل لنفسك جدول ويكون عندك هدف
لحفظ جزء من القرآن أو حتى حفظ القرآن كله، لازم يبقى لنا حظ من تدبر القرآن. اعمل لنفسك ورد أو ختمة لتدبر القرآن وسجل ملاحظاتك حول القرآن. لازم يبقى لنا واجبات عملية نخرج بيها، وكلنا حظ من العمل بالقرآن وتعليمه للناس إن استطعنا، حتى ننجو من عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وحتى نستطيع أن نصل إلى الله تبارك وتعالى ونحقق المعنى الأكبر من وجودنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى مسلم وأحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. فما تعديش في القرآن وتقرأ القرآن وانت في دنيا تانية. كل ما تمر بحاجة حاول تقف عندها وتتدبر فيها وتسأل الله تبارك وتعالى من خيره. جاء في الترغيب والترهيب من قول معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رحم الله معاذ بن جبل ورضي الله عنه وأرضاه، كان أعلم الناس بالحلال والحرام. وخلينا نعرف إن علم الدنيا والآخرة في القرآن الكريم.